امبارح كان في لقطه جميله جدا، وهي ان فريق الطايره للرجال في النادي الاهلي كان حريص على ان هم يقدموا رساله دعم للاعب الجميل مؤمن زكريا على هامش تسلمهم لدرع بطوله الدوري. ظهر كل اللاعبين والجهاز الفني والاداري كلهم كانوا لابسين تيشرتات عليها صوره مؤمن زكريا، وطبعا صورته الشهيره وهو بيحتفل بطريقته الشهيره بتسجيل الاهداف مره ثانيه. اكيد بنتمنى له يا رب الشفاء العاجل. لعيب محترم، لعيب كبير، لعيب محبوب من كل الفرق حتى المنافسين، يعني منافسين في صدارة المحبين ليه، وده دور الأخلاق الحقيقة اللي بيتسم بيها بعض اللاعبين بشكل استثنائي. أنا عجباني الحركة أصلاً جداً، تعالى نعملها. تشجيع طبعاً وسلام وتحية ودعاوي كل الناس مش بس الأهلوية لكابتن مؤمن زكريا الجميل المحترم البطل اللي احنا كنا كلنا بنستمتع حقيقي بيه في الماتشات بتاعتنا، وإن شاء الله يرجع لنا مرة تانية بإذن الله.